كثيرة هي جراحات اليمنيين ومواجعهم، فمن لم يصب بالحرب أصيب بالأمراض الوبائية. ثمة أعراض يشكو منها الطفل علي جراء إصابته بمرض وبائي حرمه من تلقي التعليم وجعله يتجرع الألم على سرير المرض في أحد مشافي الضالع. يقول والده أن هذا المرض غزا منزله وأصاب أفراد أسرته، واضطر لإسعافهم إلى مستشفى السلام الحكومي بدلا عن المستشفيات الخاصة، فوضعه المادي لا يطاق جراء نزوحه وغياب مصادر الدخل. تمام. وكل بيت فيه 3-4 حالات، كم تسعف؟ كم تدي؟ تصير المستشفى الحكومي ما تحسيش بره، ولا حتى لا حصنا يلا المغذي يا الله، ولا كلهم عند عياش الله يرضى عليه. نسجل الدفتر للورقة، أنا مسجل الآن اليوم هذا 11,000 حق الليل، بس هذا حق الحمر. وكم من ناس، كم عدة ناس عندهم حالات عديدة، ومن ينظر على هذا الكلام؟ إذا كان المستشفيات مهملات بهذا الإهمال، الصحة وزارة الصحة ما تديش علاج للناس، تدي يعني واجبها، تدي الكمية حق المحافظة حق المركز حق هذا. أقول لك أنا ما جينا المستشفى ماشي علاج داخل المستشفى هذا، ما نرجع نشتري من الخارج، ما لنا ندور البيس لدوار لا الحوات يابسة، والمرض انتشر داخل البيت، لا يجد معنا بياس ولا أي حاجة، ونشتي المنظمات تدعمنا بالعلاجات للمستشفيات. انتشار للأوبئة والحميات الفيروسية بأعداد متزايدة، مئات الحالات تصل إلى المستشفيات كل يوم في ظل عدم وجود دعم مركزي وغياب لمعظم المنظمات في مواجهة مثل هذه الحالات الوبائية، وسط مناشدات لوزارة الصحة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي والإنساني التدخل لإنقاذ الوضع الصحي الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية في الضالع. نستقبل يعني المستشفيات الحكومية في محافظة الضالع والمستشفيات الخاصة تستقبل مئات الحالات من المرضى هذه الأيام بسبب انتشار الأوبئة والحميات بين الأطفال والنازحين والنساء، ونحن نعاني من نقص شديد في الأدوية، وذلك بسبب قلة دعم المنظمات وقلة يعني وسبب الظروف التي تمر بها البلاد. أوضاع اقتصادية متدهورة وتفشي للأمراض مع ازدياد معدل نسبة الفقر والنزوح في ظل غياب الدور الحكومي والمنظمات الإنسانية، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين. محمد الشعيبي، اليمن اليوم، الضالع.